احنا لما بنتكلم عن الوفاء معظم الناس دماغها بتروح على الوفاء ما بعد بالضبط. الممات، يفضل فاكر ذكراها وهي تفضل فاكره ذكراها، ولكن بننسى ان في وفاء بالضبط. موجود ما بينهم وهم لسه احياء يرزقون. ودايما لما نتكلم عن الوفاء يتكلموا عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في قصته الجميله مع زوجته، لما جت واحده من صاحبات خديجه والرسول عليه الصلاه والسلام، يعني كانت السيده عائشه بتحبه جدا بتغير عليه، وراحت قالت له يعني الهزلت تذكر تلك العجوز وقد ابدلك الله خيرا منها؟ فرد عليها وقال لها لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. سيدنا النبي وتعامله بوفاء شديد جدا مع السيده خديجه. عايزين كمان نتكلم على وفائه مع زوجاته الاحياء اللي موجود، دين مش بس على اللي ماتت يا استاذ ياسر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عايزه توصل زي ما حضرتك قلتي، وده وبرده زي ما استاذه نورا قالت، اروع مثل هو النبي عليه الصلاه والسلام، والنموذج الكامل، القدوه اللي ربنا بعته لنا عشان نشوف فيه كل المعاني والقيم بشكل اوضح ما يمكن، باروع ما يمكن. حضرتك قسمتيها مرحلتين، في مرحله ما بعد الوفاء وفي وفاء طول الحياة. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام حققه، وفاءه للسيدة خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها وأثناء طبعا حياتها نموذج رائع، لأن كان باين أنه هو بيحبها جدا، وحبه ليها حاطط حدود ما يخليش واحدة حتى مع تفاهمه لغيرتها، ولو كانت أحب أهل الأرض لي في لحظتها ما يسمح لهاش أنها تتجاوز هذا الخط. السيدة خديجة دي حاجة تانية، دي مكانة تانية، دي واحدة تانية، ومحدش يقول ان ربنا أبدلني خيرا منها أبدا. دي عملت وسوت، ده كفاية انها واستني إذ آذاني الناس وواستني ببالها ونفسها، سمى العام اللي ماتت فيه عامل حزن، بقى مكتوب في التاريخ كده، كلنا لغاية النهاردة نقول ده عامل حزن. ليه؟ مش عشان أبو طالب بس، أبو طالب كان سند وافتقده في الخارج، لكن ربنا يعني أكرمه بغيره ووصل له رسالة بالإسراء والمعراج، أنت مش محتاج السند الدنيوي، إنما سند الزوجة، سند السيدة خديجة كان مختلف، وجع قلبه حتى بعد وفاتها. الصحابة حسوا أنه هو نسى موضوع الزواج وخلاص، كأنه تبتل أو نسى الموضوع وعايش على ذكراها، فهم اللي بدروا وهم اللي قالوا له، طب يعني بعضهم ابتدى يقترح عليه، طب هتفضل كده، طب لغاية إمتى، طب بنقترح عليك فلانة وفلانة. اقترحوا عليه السيدة سودة بنت زمعة والسيدة عائشة، ده بداية الموضوع، لكن هو كأنه ما كانش على باله. ده وفاءه للسيدة خديجة، واللي قعد يأكد عليه ان ما فيش حد يتكلم عليها، وان صحبتها لما تيجي دول فوق راسي او فوق راسكم كلكم، ان واحدة تيجي منهم دي كنت بكرمها، وكانت بتحب زوجتي السيدة خديجة فانا بحبها وبكرمها لكرمها. مكانتها ما انتهتش بعد موتها، بالعكس دي اللي وقفت معايا في شعب ابي طالب، وما كانش مطلوب منها كده، يعني هي ما كانتش من الناس، من العفوا مجازا يعني الكفار كانوا معتبرهم زي بلاك ليست، حاطينهم في القائمه السوداء، دول اعتزلوهم محدش يجي جنبهم وحصروهم في الشعب. السيده خديجه ما كانتش منهم، لكن هي ما قدرتش تسيب جوزها لوحده يعاني هذه المعاناه وهي تقعد في بيتها. لما كانت في بدايه الوحي وقبل الوحي يسيبها مع حبهم لبعض ويسيبها ويروح الغار، ما كانتش تقعد تنكد عليه وتقول له انت كل ده. وفاءهم بالمناسبه متبادل، يعني احنا برضو بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام بعمق، لكن مش عايزين نغفل وفاء السيده خديجه، وفاء زوجاته كلهم رضي الله عنهن. فهي متقبله حياته وصابره معاه وحباه زي ما هو، ده معنى الوفاء. الوفاء هو المحافظه على العهد، والعهد ده بداوه من ساعه ما اتجوزوا، يعني الكفار ولا اللي بيقعدوا في الكنيسة يقولوا مش عارف ايه الحلوة والمرة والكلام ده بيقولوه، لكن في الواقع بيكذبوه، انما النبي عليه الصلاة والسلام صدقه والسيدة خديجة طبقته، والاثنين بينوا لنا، وكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اجتهدوا في هذا المضمار ازاي يظهروا الوفاء من غير ما يتكلموا عنه كتير، يعني عملوه تصرفات، يعني تصرفات وافعال اصدق من كل الكلام المعسول لمن لهوش اثر في الواقع. السيده خديجه بكل روعه تفضل معاه، يعني وفائها ليه انه اول ما يقول انا نبي ما عادتش تفكر مثلا وقالت له بس انت طب يمكن كنت بتتخيل، يمكن بالعكس على طول امنت بيه، بل حلت له المشكله، رجع من لقاء سيدنا جبريل لاول مره ومرتعد، زملوني ودثروني وكده، عملت اللي بيقوله، ده من الوفاء.
الزوجة العادية ممكن تقعد تبقى من حبها ليه خايفة، فلا اقعد احكي لي الأول ايه اللي حصل، لا انا مش هقدر اسيبك كده. هي ما عملتش كده من وفائها ليه، ان هو كزوج له حق عليا في ان انا اريحه. انا قلت كده من ساعه ما اتجوزنا، يعني العهد اللي له عندي ان انا اريحه على قد ما اقدر، مش انها تسكت الولاد عشان بابا يعرف ينام، لا ده موضوع بسيط، لكن انها تشوفه في الحاله دي وتبقى مرعوبه عليه ومن حبها ليه مش قادره تستحمل مظهره، لكن برضه تفكر في اللي يريحه اكتر. هو دلوقتي عايز ينام شويه او يرتاح اريحه، ولما يقوم هو بنفسه يجي يحكي لي انا هسمعه، ولما اسمعه مش هقول له ده اللي جالنا من الغار، ما هو انا قلت لك من زمان ما بتسمعش الكلام على طول ودايما شرطي بتخالفها. بالعكس اخدته استقبلت كلامه بكل ايجابيه وردت له الموضوع بطمانينه وراحه نفسيه. لا انت بقى انت برضه ده انت انك لا تصل الرحم، لا يخزيك الله أبداً. ابدا ابدا مش انت، ده انت ملاك، فانت اللي حصل معاك ده اكيد حاجه حلوه. بس انا مش عارفاها قوي، معلوماتي ما تجيبهاش، لكن انا قلت لك الكلام الايجابي الطاقه النفسيه اللي قدرت عليه كانثى كخديجه، انما عندي حل تاني برضو بصفتي خديجه ومن باب الوفاء ان انا اساعدك في حل المشاكل دي. مشكله انا حلها عند نوفل، ورقه ابن نوفل. انا الراجل ده انت عارف انه من عيلتي وانا اثق فيه ومن اهل عنده علم من الكتاب، نروح له تحل المشكله. يعني استوعبته نفسيا، حلت الموضوع معاه بشكل عقلاني، وفي كل الاحوال هو ما كانش محتاج غير كده، هي وفت. فعشان كده برضو كان ابلغ وفاء منه ان ما حدش يجيب سيرتها حتى ولا يلمح عليها تلميح لا يليق. دي خديجه دي حاجه تانية. رضي الله عنها وارضاها.